جريا على عادتها من كل عام، تشارك جمعية الهلال الأحمر الكويتي في الاحتفالات الوطنية إيمانا منها بالدور الاجتماعي التنموي والتفاعلي المنوط بها وترسيخا لقيم المواطنة، فتحتفل مع الأسر المحتاجة وأطفالهم بتوزيع الهدايا وإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات. وعنه خلال احتفال الكويت في الأعياد الوطنية، احنا في كل سنة نقيم حفلة لذوي الأسر المحتاجة لأطفالهم ونوزع الهدايا يعني والمسابقات لهم لإفراحهم. كذلك نستضيف المعاقين، نستضيف ذوي الاحتياجات الخاصة، نستضيف اليتامى اللي احنا نساعدهم طبعا ونونسهم في هذا اليوم، لهذا فرحة للجميع ونغرس فيهم روح الوطنية وروح المسؤولية وحب الكويت طبعا من خلال توزيع الإعلام، من خلال المحاضرات اللي نعملها هذا داخل الكويت، وكذلك متطوعين يذهبون للمحافظات الكويت ويساعدون في 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 طبعا توزيع الهدايا ومساعدة الآخرين، قصدي الناس اللي يجون للمحافظات. الجمعية عبر هذه البرامج والفعاليات تعمل على خدمة دولة الكويت ورفع اسمها دائما في المحافل الإنسانية عن طريق ترسيخ مسيرة دولة الكويت الإنسانية الحافلة بالعطاء. احتفالية هذا العام جاءت تتويجا للعمل الإنساني للهلال الأحمر الكويتي من خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية في دولة الكويت، وهذا جريا على عادة الهلال الأحمر الكويتي تنظم وتقيم هذه المناسبات الوطنية بمقرها بجمعية الهلال الأحمر الكويتي. لله الحمد اليوم كان يوم احتفالية جميلة بمشاركة أبناء الأسر المحتاجة، وتم توزيع عليهم الهدايا والإعلام دولة الكويت، وهذه سنة حميدة خذناها في العمل الخيري. جمعية الهلال الأحمر الكويتي وفي غمرة الاحتفال بالأعياد الوطنية تبعث برسائل إيجابية لترسم البسمة دائما وأبدا على الوجوه البائسة. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.